هذا دعاء خاص للمرحومة الحاجة ناهية نجيب عسلية أم محمد رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. اللهم اغفر لها وارحمها وآنس وحشتها ووسع قبرها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم اجعل عن يمينها نورا حتى تبعثها آمنة مطمئنة في نور من نورك. اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول به، أصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها. اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله. اللهم آتها برحمتك ورضاك، وقها فتنة القبر وعذابه. آتها برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثها في جناتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزلها منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إن الحاجة ناهية نجيب عسلية أم محمد في ذمتك وحبل جوارك، فاغفر لها وارحمها وأنت أهل الوفاء والحق، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ادخلها الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعل ذريتها سترا بينها وبين النار. اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة، وقل لها ادخل الجنة من أي باب تشائين. اللهم ارزقها شربة من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. اللهم اغفر للحاجة ناهية نجيب عسلية أم محمد واسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.